Max Santé Pro. نرجو معكم من جديد أعزائي المستمعين في ماك سانتي برو. نفكركم اللي موضوعنا هو شروط فتح صيدليات بالنسبة لصيدلي الشبان ومختلف العراقيل اللي يلقاها الصيدليني والصيدلانية. الشباب كي يجيو باش يحلوا الفارماسي نتاعهم من فترات انتظار طويلة على قائمة الانتظار، معناها بارمي برشا عراقيل أخرى. سي ناظم الشاكري هو ضيفنا اليوم، رئيس جمعية الصيدلة، وكان عطانا فكرة على مختلف شروط فتح الصيدليات هذيا، تحيين اللي صار في سنة 2019 وكيفاش خلى قائمة الانتظار تتقلص إلى ثلث وساعات إلى النص ولا ربع متاع رقم الصيدلة الشبان اللي كانوا يستناو. ولكن رغم هذا يبقى القائمات هذيا طويلة برشا سي ناظم، وتبقى فترات الانتظار توصل ل 20 و 15 سنة وساعات حتى أكثر من 25 سنة. كنت سألتك قبل ما نخرجوا للأخبار على الأسباب اللي تخلي في كلية صيدلة بالمنستير جمعة تكمل تقبل في وتخرج كل عام في دفعات توصل ل 300 طالب مالغري اون ساتوراسيون دو سيكتور. معناها توا تونس، معناها التيريتوار نتاع الجمهورية التونسية الكل فيه ريبارتيسيون نتاع دي فارماسي دو نوي اي دو جور براتيكمون سي انتيرمون كوفير، ورغم هذا معناها الدفعات ديما قعدت من معناها عشرات سنوات تخرج في 300 طالب كل 300 صيدلي كل عام. حتى كان فما صيدليات الصيدلانيين هذو ما عندهم شوا، عندهم الاختيار بين برشا معناها مسالك، مش كان يحلوا صيدليه خاصه. حكيت لنا على الاندستري فارماسوتيك، على حتى دي ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، مي معناها نشوفوا انه في كل عام نفس الرقم تاع صيدله يتخرجوا، هو والرقم تاع صيدله اللي قاعدين بلوكي فينالمون برشا، خاطر يحبوا يحلوا فارماسي نتاعهم ما ينجموش يقعدوا بلوكي، الرقم هذاك زاد قاعد يزداد ويتراكم. انتم في الجمعيه تطرقتوا للنقطه هذه، مثلا كان عندكم نقاشات مع كليه صيدله بمنستير لهذا القبيل؟ احنا في الجمعيه اكبر مشكل عندنا اللي ديما نلقاو روحنا قدام مسؤولين فاشلين اللي شادين مراكز في الدوله. المسؤولين هذوما اونتر جيومي مسؤولين، على خاطر انا صراحه ما نشوفهمش ناس متحملين مسؤوليه. الناس قاعده تجري في المشاكل نتاع كل يوم، لا عندهم حتى استراتيجية في حتى حاجة تخص قطاع الصيدلة. حتى في وزارة الصحة كل احنا علاش نخصوا كان قطاع الصيدلة، على خاطر المشاكل اللي تمس الصيدلة قاعدين نشوف فيهم كل يوم. كيلكو سوا معناها باش تحكي على استراتيجية في الدواء، معناها الدواء ما فماش استراتيجية في ضمان الحق الدستوري تاع المواطن في الصحة، الصحة ما فماش السبيطارات معناها في حاله كاتاستروفيك. وكيف كيف معناها تشوف الاستراتيجي نتاعهم واضحه مبدئيا في الوقت الحالي، واضحه تم التخفيض في الميزانيه نتاع وزاره الصحه، دونك واضح اللي رجعنا وين كنا قبل الكوفيد، معناها ما فما حتى فولونتي باش يحسنوا من وضع قطاع الصحه في تونس. هذا الكل بالطبيعه باش ينعكس على مختلف النيفو نتاع الصحه، بما فيهم الناس اللي تخدم في قطاع الصيدله والناس اللي بتتخرج من قطاع الصيدله وباش تدخل في لافي بروفيسيونيل. وبالطبيعه موضوع الناس اللي تتخرج ما يعني حتى حد في وزاره الصحه، مالغري لي زابيل اللي صاروا ا بليزيوغ بريز من العماده ولا النقابه نتاعنا ولا غيرهم باش يراجعوا العدد هذايا. انا اللي سمعته في كل مره يحكيوا عن الناس اللي قاعده تجي من برا باش يصعبوا عليهم الشروط باش ياخذوا الدبلوم تاع الصيدله، مش باش يعملوا ان استراتيجي اللي كي انجلوب الناس الكل واللي باش توضح وين ماشيين في قطاع الصيدله. بقدرة قادر معناها صار التعديل نتاع القانون اللي ينظم شروط فتح الصيدليات بعد ضغط صار، بعد مفاوضات كبيرة، بعد مشاكل، بعد ناس اللي خرجت للشارع، بعد ناس عملت اعتصامات، بعد كذا. توت فاسون احنا اوروزمون صار التعديل، على خاطر هكاك يعطي حق الناس الكل باش تبدا الصيدليات المنتصبه تبدا تخدم معناها وما غير ما تتعرض لاي ريسك نتاع فايت. في نفس الوقت
مكن من وقت التعديل توا باش يحلوا اكثر من 500 فارماسي، والافونتاج هذايا خلى السيد اللي مازالوا كيتخرجوا يلقاو انيسيول دومبوش في وين يطمحوا هما بالنسبه للي يحبوا يحلوا صيدليات. من بعد كلية الصيدلة ما عندها حتى دخل، معناها هما يقوموا بعملية التكوين كهو، مش هما اللي يحطوا الاستراتيجية تاع الدولة. الاستراتيجية تحطها وزارة التعليم العالي، تحطها وزارة الصحة، هي اللي تعمل اتيود على لي بيزوان نتاعها وش هما الاحتياجات نتاع البلاد. نشوفوا اللي هذايا ديفايون، معناها لو نومبر كبير نتاع المتخرجين ونتاع الناس اللي تدخل تعمل ايكيفالونس كل عام، مالغري اللي السوق ضيق واللي ما موش يلقاو دي زوبورتينيتي دو ترافاي كيما يلزم. ويقعد الاشكال الكبير اللي في القطاع العمومي، الدولة ماهيش قاعدة تحترم في الشروط نتاع عدد صيدلة على كل فرش في السبيطار ولا فين في انا قبل النقطة هذه نظم المستشفيات الخاصة. يعيشك جوست اون كورت باج دو بوب كيلكو سكوند ونرجع تو سويت باش نركزو على النقطة هذه. البيك اب ماهندرا ترجع لكم اليوم بلوك جديد، كميونة قوية ومرتاحة ابتداء من 250 مليون و900 دينار وزيد ضمان بخمس سنين، متوفرة حاليا في لي شوغوم اوتوموبيل زواري بتونس سوسة صفاقس وقابس. بيك اب ماهندرا يتعمل عليها. ماهندرا رايس ديجي لاب ليميسيون 100% ترانسفورماسيون ديجيتال كل نهار اثنين من الاربعة للخمسة ونص، نحكيو على الحلول والفرص في قطاع التكنولوجيا في تونس بمشاركة أصحاب القرار لي دي اس اي اي لي زيكسبير. ما تنساوش موعدنا مع وليد برحومة وكامل الفريق كل نهار اثنين من الاربعة للخمسة ونص على اكسبريس اف ام ولا على الباج متاعنا ديجي لاب باي اكسبريس اف ام. ديجي لاب فوتخ لابوراتوار دو ترانسفورماسيون ديجيتال. ماكسونتي برو Max Santé Pro. نرجع معك سي نادم. الوغ كنا نحكيو على عراقيل كبيرة ومعناها معضلات كبيرة. سيادتك قلت انه معناها في قطاع الدواء الكل مش كان قطاع الصيدلة، ما فماش استراتيجية، ما فماش خطة واضحة، ما فماش اون فيزيون، المسؤولين ما همش قاعدين يتحملوا في مسؤوليتهم، قاعدين يجير جوست او جور لو جور، معناها دي زوبيراسيون تري سامبل. بالنسبة للكولي صيدلة بمنستير معناها سو ليميت جوست للفورماسيون، ما عندهاش معناها غريب شويه ان هي لا سول فاكولتي في الجمهوريه التونسيه، وكيفاش ما تعطيش معناها الفيزيون تاعها، كيفاش ما تعطيش رايها، كيفاش تكمل تخرج كل عام في دفعه نتاع 300 ان متخرج و300 متخرج هذوكم في تايبو دون لا ناتور، اكثر من شطرهم ما عندهمش معناها خطه واضحه، ما يعرفوش رواحهم قداش باش يقعدوا يستناو على قائمات الانتظار، ما يعرفوش الساتوراسيون هذيا وين باش توصل، ما يعرفوش القانون اللي ينظم في مقاييس وشروط فتح الصيدليات وقتاش باش يتراجع وكيفاش باش يتراجع. وانت تو ذكرت القطاع العمومي، معناها اسكو انت تقصد هوني تواجد صيدلة بالمستشفيات وهذايا من شأنه أنه بتاتخ ينقص؟ لا، فما أنباغيم معناها اللي يخدموا بيه، فما عدد نتاع صيدلة اللي نجم يكون مطابق لعدد الأسرة اللي موجودين في المؤسسات الاستشفائية، إذن مش يدخلوا دي فارماسيان معناها عموميين كلينيك ولا المؤسسات الاستشفائية الخاصة، على خاطر مش معقول أنت تبدأ معناها سبيتار ما نعرفش أنا فيه اون فانتين دو سيرفيس فيه قريب ال 500 فرش وفي الاخر تلقى فارماسيان ولا زوز. الدوله مش قاعده تحترم في اللي نورم في المؤسسات الاستشفائيه الكل، لازم ميزا نيفو يثبتوا في العدد الصيدله اللي متواجدين في المؤسسات الاستشفائيه الكل العموميه والخاصه، ويعطيوا الموضوع ده اهميه، على خاطر الصيدلي ولاحظنا تو عاد في البريود تاع الكوفيد اللي الدور نتاعهم مهم برشا، كيلكو سوا في توفير المواد الصيدليه، الديسبوزيتيف ميديكو، الادويه، التنظيم نتاع توزيع المواد الصيدليه والديسبوزيتيف ميديكو كله، الادويه في البريود تاع الكوفيد.
قاموا بمجهود كبير ودور كبير وقت الوقت اللي جد جد لقينا لي ديفيرونس هذوما، ولقينا صيدله معناها يخدموا ساعات ب 36 ساعه ورا بعضهم وساعات حتى اكثر، ما لقاوش شكون يعوضهم على خاطر الدوله ما نبا اونجاجي العدد اللازم تاع الصيادله. مالوريزمون كل عاده الدوله ما عندهاش استراتيجي تخلي تلقى روحك في وضعيه صعاب، ولهنا ديما الفاكتور ما في تونس يغلب على خاطر التوانسه معناها قلب الدم قلبهم حارك ويحبوا يقوموا معناها بخدمتهم كما يلزم. ما هذا ما خلى معناها كما قلت لك في البيريود هذه نتاع الكوفيد الكل سواء معناها البيرسونيل تاع السونتي الكل الى اسيوري دي دوري طويله نتاع دي غارد ونتاع تاع عمل متواصل. اما ما نجموش على طول، فما ناس استيقرت وهنا نشوف فيهم خرجوا من البلاد، فما ناس معناها ما تساعدش ظروف العمل وكيف كيف خرجت من البلاد ولا بدلت الاختصاص، وهذايا ماهوش الفائدة حتى حد. معناها لازم الدولة تعمل اون استراتيجي واضحة برابور للصيادلة، شنو ما لي بوزوان نتاع نتاع البلاد، شنو ما الافاق اللي تنجم تحلهم لهم وتوفر لهم المينيموم اللازم باش يكون عندهم عيشه معناها محترمه تتليق بالمستوى التعليمي نتاعهم والمجهودات اللي يقوموا بها. مش معقول احنا اليوم نحكيو على دي فارماسيان يخدموا في سبيطارات معناها ما غير شهريه، يعملوا ريزيدانا ما غير شهريه، معناها هنا باش نتمناو عليهم ويعطيهم في 800,000 ولا من عشرة قديش. ما هيش قاعدة الدولة تعطي في قيمة الصيدلي في القطاع العمومي، ولازم يخموا باش يشجعوا لي بروفيسيونيل لا سونتي الكل اون جينيرال، لان هذا منظوري انا كيكو سوا معناها اطباء لي زانفيرمي الصيادله لازم يعطيهم قيمتهم ويعطيهم حقهم في خدمتهم، على خاطر هنا نشوفوا عندنا دي ديزير ميديكو في دي زون معناها في تونس. ولهنا نحب نوضح حاجه في لي ديزير ميديكو، شكون اللي تلقاه ديما موجود هو الصيدلي نتاع الصيدليه الخاصه الوحيد اللي تلقاه في لي زون هذوكم. لهنا نجمو نحكيو على الدور الاجتماعي للفارماسيان اللي يلقى روحو طبيب وفارماسيان وانفيرمي ومرشد اجتماعي ويسمع وبسيكياتر ويعملهم الكل، على خاطر يلقى روحه في دي زون اللي ما فيها حتى شيء، معناها حتى بوسطه ساعات تلقاه ما فماش، وهو تلقاه منتصب غاديك ويخدم يخدم في المواطن هذاك اللي يستحق للتغطيه الصحيه اللي ساعات تكون منعدمه في لي زون هذوكم. فوالا معناها الدوله معناها لازم تعطي قيمه واهميه للموضوع، على خاطر كي تشوف انت عدد متخرجين كبير وفي عدد وافدين من برا كبير، معناها لازمك انت تحدد الاستراتيجيه نتاعك شنو اللي باش تعمل لهم، شنو اللي باش تعطيهم كافاق الناس هذوما. مش الفايده معناها تخرجهم قبل، احنا ما فماش برشا ناس تقرا، ما فماش برشا ناس تتخرج، وما فماش سبيسيريه، ما فماش ناس بعدد كبير، وما فماش طب بعدد كبير. توا تبدلت الدنيا، الناس ولات واعيه وتحب تقرا وتحب تتكون، وعنا اطارات كبار في البلاد لازم نعطيهم قيمتهم ومقدارهم، نوفروا لهم اللي لازمهم، نعطيهم افاق باش ينجموا يقدموا ويخدموا البلاد في كل حالات، هما معناها باش يخدموا في تونس، ما نخليوش لي كومبيتونس نتاعنا يهربوا علينا ويمشيوا لبر. واضح واضح كلامك معقول ياسر. سور لو بلان براتيك توا، هل معناها الافكار هذه الكل ولي بروبوزيسيون هذه الكل، الصوت هذا قاعد يوصل لاصحاب القرار سي ناظم ولا لا، ولا جوست كل واحد شاد الكوان نتاعو كيما في القطاعات الكل وما فماش تواصل؟ فما تواصل مع وزاره الصحه، مع دي بي ام، مع لي برونور دي ديسيزيون؟ شوف وزاره الصحه كيما قلت لك معناها على بري لو دوسي او سيريو وقت اللي خدمته وعملت التحيين نتاعو، التحيين في 2019 والتحيين صار فيه دخلوا فيه الاطراف الكل، معناها كيكو سوا مجتمع مدني، نقابات، العماده، الاطراف الكل دخلت في الملف، خدموا عليه، عملوا تحيين لقائمه الانتظار، عملوا تحيين الشروط فتح الصيدليات باش يراعيوا الشروط الكل كما قلت لك، المادي، العدد السكان، لي ديستانس، التواجد في لي زون اللي ما فيهمش تغطية صحية، ما فيهمش معناها اكسي او سوان. وهذا خلى اكثر من 500 فارماسي تتحل على من وقتها لتو، معناها الامباكت الي ريال موجود. من بعد تو سكي
استراتيجي باش انت تلقى حل للناس الكل، هذاك مربوط وزارة الصحة هي شنو اللي تنجم تعمل، شنو تحل افاق. ما تنجمش انت في الاخر معناها باش تعمل ان امبوتياج دو فارماسي في دي زون، في الاخر شنو باش تلقى؟ باش تلقى تجاوزات، باش تلقى برشا فوضى في قطاع الصيدلة اللي احنا في غنى عنها. احنا اللي نحمد عليه ربي اللي قطاع الصيدلة في تونس منظم، السيركوي دو ديستريبيسيون تاع لي ميديكامون محصورين وايدونتيفي والدولة تنجم تتبعهم وقاعدة تتبع فيهم. هذه حاجة معناها اللي يحسدون عليها برشا دول اللي عندهم برشا أدوية مغشوشة، عندهم برشا كونتروباند في الدواء، مش نحكي في الخروج، في الدخول نتاع الدواء، مع الناس قاعدة تدخل الدواء نتاعها في دواء مغشوش ولا دواء اون كونتروباند. احنا في تونس ما عندناش الحكاية هذه، وحتى وكان فما ناس دخلت دواء اون كونتروباند ما تنجمش تدخلوا للسيركوي لي فارماسي، خاطر الصيدلة عندهم اسيركوي اللي فيه سويفي من اللي يخرج من المعمل ويخرج من الصيدليه المركزيه حتى لين يوصل للمواطن. احنا عندنا ان سويفي للي لو اللي يتصنعوا كلهم تاع الادويه ولا الادويه اللي تتورد لتونس الكل، واي لو نتاع دواء معناها صار فيه اشكال يتنحى في من با 15 مينوت من الصيدليات الكل. معناها عندنا قطاع صيدله واقف على ساقيه كوم الفو. نجح والحمد لله باش يتعدى البريود نتاع الكوفيد مالغري الضغط اللي صار في التقليص في عدد ساعات العمل في لي زون اللي صار فيهم تسكير كامل نتاع الكونفينمون، مالغري لي زيتاب اللي صاروا كل في المشكله نتاع الكوفيد اللي صارت في 3 سنين الاخرانيين، قعد واقف قطاع الصيدله وقعد قايم بواجب وقت اللي براتيكمون انعدمت الحلول للمواطنين باش يمشيو يداويو. معناها لقاو كان لي فارماسي دو كارتي معناها الصيدليه في حومته باش تداويه. هذه معناها حاجة باهية اللي لازمنا نثمنوها، وما نجموش معناها نحملوا القطاع الصيدلة وسيرتو الصيدليات الخاصة، ما نجموش نحملوها أكثر من طاقتها. المراجعة صارت في 2019 كما قلت لك، تبعوا منهج معناها علمي باش وصلوا للي وصلوا له من بعد. احنا راهو لي فارماسي كانوا في حدود 2000 2200 فارماسي، توا باش نوصلوا، خاطر فما ناس تسكر، فما ناس تتوفى، فما ناس الله يرحمهم اكسترا. دونك وصلنا توا قريب 2400 فارماسي، معناها لو شيفر ايفولو. فما ناس عملت اكيزيسيون معناها شراو صيدليات، فما ناس دخلوا اون اسوسياسيون معناها الكرياسيون ولا الناس اللي دخلت جدد في قطاع الصيدله دخلوا دوسمون، وعلى مدى العامين ثلاثة الاخرين كما قلت لك فما اكثر من 500 فارماسي معناها جديدة تعملت، معناها قريب الربع نتاع اللي ديجا منتصبين، قريب 25% من اللي منتصبين ديجا تزادوا، معناها هذا شيفر كبير. مالغري سا قطاع الصيدلة حافظ على الاكيليبر نتاعو والاستقرار نتاعو. صحيح فما ناس في البيريود نتاع الكوفيد مروا بصعوبات كبيرة، حاولت العماده والنقابه باش يعاونوهم بور لي زاكومباني باش يتعداو الصعوبات هذيا، على خاطر فما ناس ضرت من البيريود تاع كوفيد. دونك توا في الوقت الحالي بدينا الناس الكل براتيكمون يرجعوا دوسمون. دونك الدوله توا ما عليها كان هي توا تقوم بواجبها. احنا السينيال اللي ريناه خاي معناها لو فات اللي الدوله باش تقلص في ميزانيه وزاره الصحه، معناها بالنسبه لي انا نشوفه حاجه خايبه برشا، خاطر في الوضع هذا احنا كنا نستناو اكثر معناها امبليكاسيون من الحكومه هذه بارابور للحكومات اللي تعداو الكل، حابين نشوفوا منها ان سينيال فور معناها اللي هما يحبوا يساندوا قطاع الصحه في تونس والبروفيسيونيل دو لا سونتي في تونس. مالوريزمون السينيال الاولاني اللي جانا تقليص في الميزانيه خايب. ان شاء الله من بعد دي زاكسيون سي سويف، ما نعرفش اسكو باش يعملوا حاجه في لي ريفورم اللي لازمين اللي في الاخر كان يقوموا بهم باش ياثروا على لومبوش نتاع الناس الكل، على خاطر المستشفيات نتاعنا لازمهم ميزانيفو، لومبوش نتاع لي فارماسيان لازمها اتيود وريفيزيون، لومبوش نتاع لي فارماسيان كيل كو سوا في اي سبيسياليتي لازمهم ريفيزيون ان دي سالير اللي هما ماهمش ما ياخذوش كرامه الفارماسيان اللي قرا بالسنوات هذيك كل والتعب اللي عملوا كل، ما يحترموش المسؤوليه معناها اللي عنده واللي باش يقوم بها في الاكزرسيس تاع خدمته من بعد. مش معقول انه الاطراف الكل تتغاضى على الحكايات هذه الكل باش تخلي الفارماسيان في الاخر يساسي على خدمه وقت اللي هو هذا من حقه بيسكو قرا وخدم وتعب والدوله صرفت عليه في تكوينه باش من بعد يلقى لافاق قدامه محلول. واضح سينا، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه على تجريد الوضعيه. معناها
سي ريكورون، غياب نتاع استراتيجية، غياب نتاع فيزيبيليتي، غياب نتاع معناها أنا ماتوريزم مالوغوزمون نقولوه بكل صراحة، أنا ماتوريزم نتاع لي ريسبونسابل في قطاع الدواء وقطاع الصيدلة واضح وصريح، ولكن في خضم الغياب نتاع استراتيجية هذية وخضم الجهود اللي قاعدة تقوم بها الجمعيات والمجتمع المدني واللي وحدها قاعدة تصيح، شنو اليوم بالحق لو ميساج اللي نعديوه للي جون فارماسيان، خاطر جو فا كون فينيس سور اون نوت اوسي نيجاتيف كو سا، انت شنو تنصحهم يردوا بالهم اللي بو ولا هم فارماسيان سي بون نورمالمون جينيرالمون شاد الفارماسيين دعمو بوه، اللي يحب يمشي من بعد اندستري فارماسيتيك والا معناها بيولوجي ايتترا بور لي زوتر سو كي ريست اللي يحبوا حلو فارماسي، شنو ننصحوهم؟ ننصحوهم باش يردوا بالهم وين يختاروا قائمه الانتظار. انا من الاكسبيرونس تاعي واللي نعرفهم اللي فارماسيان اللي ديجا يخدموا، عندنا ناس معناها عندنا دي فارماسيان زملاء اللي مالغري اللي عندهم في عائلتهم شكون فارماسيان، اللي عملوا ان في بروفيسيونيل اون باراليل في الاندستري، اللي عملوا ونجحوا ولاو دي ريبريزونتون تاع دي لابوراتوار انترناسيونو كبار، واللي ريبريزونت سي لابوراتوار في الافريك تونس الكل، في الافريك الكل ولا نور افريك الكل، واللي عملوا دي سكسيس ستوري الكبار اللي نجحوا باش يمثلوا كما قلت لك دي لابوراتوار. دونك ما يقلصوش طموحاتهم اللي حالين في الصيدليه الخاصه، في قطاع الصيدله اللي عنده طموح واللي عنده لا فولونتي باش ينجح ينجم ينجح، مش كان في الصيدليات الخاصه. واضح، ميرسي بوكو، يعطيك صحه واضحه نصيحه، نتمنوا اللي كنا فدناكم اعزائي المستمعين، يعطيكم صحه على حسن المتابعه، نشكر برشا زملائي ماني بن نصر في الاخراج، ناصر شكري في الاخراج الرقمي، ولما بدا في الاعداد كنت معكم انا جميله قدور كوتي ميكرو، تري بون فان سومان، ان شاء الله نتقابلوا نهار